الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم البيان في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم. أقول مستعينا بالله، حمدا الله، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد سعدنا بما حصل من فوز للرئيس التركي الجديد، وذلك لأمور كما لا يخفى عليكم، منها وأعظمها إيواء أقوام استضعفوا في بلادهم. ولكن في الحقيقة ساءتنا جدا صيغة القسم التي أقسم بها، فلزم البيان، ونسأل الله أن يهدي المسلمين والمسلمات. فكان من قسمه أنه صدر القسم أنه يقسم بشرفه ويقسم بعرضه، وليس في ديننا أننا نقسم بشرفنا ولا أن نقسم بعرضنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حليفا فليحلف بالله وليصمت. وليست الوقفة عند هذه بالدرجة الأولى، فهناك ما هو أنكى وأشد وقطع القلب، ونسأل الله أن يغفر لهذا الرئيس وأن يتوب عليه قبل أن يموت. وهو قسمه بأنه سيحافظ على العلمانية وعلى الديمقراطية وعلى مبادئ مصطفى ابن كمال ابن أتاتورك، تلك المبادئ الهدامة التي تهدم الإسلام وتهدم الدين. فمبادئ مصطفى ابن كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق في قبره، تلك العلمانية التي تفرق في الدين وتأخذ شيئا من الكتاب العزيز وتكفر بشيء، العلمانية التي تقتصر في فهمها للدين على الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولا دخل للدين عندهم لا في سياسة ولا في اقتصاد ولا في حدود، لا دخل للدين عندهم في كل هذا. هذه العلمانية الوقحة التي يؤمن أهلها ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، لا يجوز أبدا لأحد أن يقسم على الوفاء لها، بل علينا أن نتبرأ منها بكل صور البراءة. علينا أن نتبرأ من العلمانية، ونتبرأ من الديمقراطية، ونتبرأ مما أطلقوا عليه سيادة الشعب، إنما السيد هو الله والآمر الناهي هو الله سبحانه وتعالى. صدق الله العظيم إذ ذكرنا بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده، فولاؤنا لله، ولاؤنا لكتاب ربنا، ولاؤنا لسنة رسولنا، ولاؤنا لأهل الإسلام، ولاؤنا لأهل الإيمان. ليس ولائي أبدا لعلمانية ولا لديمقراطية، بل أشهد الله ثم أشهدكم أيها الأخوة أنني بريء من العلمانية وبريء من الديمقراطية، ولا نغتر أبدا بالعلمانية والديمقراطية. بل كما قال الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعلينا أن نستمسك بالإسلام، وأن نحذر هذه المذاهب الهدامة العلمانية الخبيثة الماكرة، والديمقراطية التي أمكر من العلمانية كذلك. أيها الإخوة، إن ربنا قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
العلمانية أهلها يقولون دع ما لله لله ودع ما لقيصر لقيصر، ونحن نقول إن الأمر كله لله، الأمر كله لله، إليه المنتهى في الأمور كلها، كما قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى. الحكم لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة بارك الله فيكم، إن ربنا قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. أيها الإخوة تبرأوا إلى الله من هذه المذاهب الهدامة، إن قوم شعيب هم أهل كفر وضلال. لما ذكرهم شعيب عليه السلام، ذكرهم شعيب عليه السلام بإيفاء الكيل والميزان، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. استنكروا عليه أن يتدخل الدين في الاقتصاد، وبئس ما قاله، وبئس ما قاله. لقد قال تعالى في كتابه الكريم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أيها الإخوة لا تغتروا بشخص، لا تغتروا بأحد أبدا إلا المستقيم على أمر الله ورسوله. المستقيمون على أمر الله ورسوله يفرح بهم. أنصار الديمقراطية والعلمانية نبرأ إلى الله من الديمقراطية، ونبرأ إلى الله من العلمانية، نبرأ إلى الله من قوم يقولون لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، نبرأ إلى الله من قوم يقولون لا دخل للدين بالاقتصاد. إن قوما ظنوا ظنا خاطئا في هذا الدين، ظنوا أن الدين قاصر على بعض الجوانب دون بعض، والله يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. رجل يصلي ويصوم ويزكي ويقرأ القرآن ويفتتح مساجد، لكن إذا جئت عند تحكيم شرع الله سبحانه أو جئت عند الحدود أو جئت عند الاقتصاد يقول عن الحدود تلك وحشية، يقول عن الاقتصاد لا دخل للدين بالسياسة ولا دخل للدين بالربا، عياذا بالله من هذا. يا أهل الإسلام الحمد لله الذي من علينا بكتاب الله ومن علينا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة بارك الله فيكم، اثبتوا على دينكم ولا تنجرفوا أبدا عن كتاب الله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. اثبتوا على دينكم، لا تغتروا بديمقراطية ولا تغتروا بعلمانية. وعلى هذا الرئيس الذي أقسم هذا القسم أن ينظر حاله مع الله وأن يتوب إلى الله من هذا اليمين التي أقسم فيها أن يكون وفيا لشخص أثيم، اجتمعت كلمة المسلمين العقلاء على تأثيمه، وهو مصطفى بن كمال أتاتورك الذي فرق بين الدين والدولة والذي كان سببا في دمار الإسلام وأركان كثير من الإسلام. يا أهل الإسلام أعقلوا وأنيبوا إلى ربكم، إننا سمعنا قسما ليس فيه اسم الله سبحانه، كله وفاء للديمقراطية وللعلمانية وللدساتير وللقوانين، ونحن نضع كتاب الله فوق رؤوسنا، سنة رسول الله فوق رؤوسنا، ننقاد بكتاب الله، ننقاد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. أعود إلى ما أنا بصدده من الإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، وعذرا على هذه المداخلة،
فكان لزاما أن نبين للناس أمر دينهم الذي جاء في كتاب ربنا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والناس إنما يضلون إذا جهلوا مقدار الله سبحانه وتعالى وعظمته، وإذا ضعف الله عز وجل في قلب الإنسان ضعفت العبودية، وإذا عظم في قلب الإنسان الله سبحانه وتعالى فإن العبودية حينئذ تعظم.